إذا كنت شاكر مؤمن ما يفعل الله بعذابك، الله لا يريد أن يعذبك. ولذلك الله عز وجل بفضله يعطيك الفرص التي تقربك منه، يفتح لك الآفاق التي تصل فيها إليه. إن كنت من الناس المقصرين مثلا في العبادة طول السنة، يعطيك شهر 30 يوم 30 ليلة إن أنت أقبلت فيها إليه، فأبشر بخير الدنيا والآخرة. فلذلك أيها الإخوة، القرب من الله غنيمة، والفوز برضاه أعظم مكسب. وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، بعد هذه المقدمة التي عرفنا فيها أهمية أن نكسب رضا الله، لأن الله أعطانا وأغرقنا بنعمه، ما الطريق إليه؟ ما أسهل طريق تصل فيه إليه؟ سأعطيك حديث وأعطيك بعده قصتين، واربط هذين الأمرين وطبقها في حياتك مستثمرا هذا الشهر، وأبشر والله بالفلاح. أما الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شدائد الدنيا، الأمراض، الديون، المشاكل بأنواعها، هذه شدائد الدنيا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدائد. والشدائد العظمى الحقيقية هي ما بعد الموت، القبر وما فيه، والمحشر وما فيه، والصراط والمرور عليه، هذه كلها شدائد. والله لا يخذلك الله إن أنت تعرفت إليه في رخائك فأبشر، فالله لا يخلف الميعاد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث. أما القصة فهي قصة لغريقين ذكرا في القرآن، غريقين ذكرا في القرآن. الغريق الأول هو نبي الله يونس بن متى. يونس أبق إلى الفلك المشحون، هرب من قومه وركب في الفلك، ثم بعد أن ركب في الفلك كان الفلك مشحون يعني مليء بالبضائع وبالناس، فكاد أن يغرق، فقرروا أن يستغنوا عن كل شيء لا يريدونه، فرموا كل شيء إلا الأشخاص. ومع ذلك لا يزال القارب يضطرب. لماذا لا يزال يضطرب؟ لأن الله يريد أن يخرج من بينهم شخص ما قدر الله أن يغرقه. فبدأوا يرمون الأسهم والقرعة فيما بينهم، على من تكون القرعة؟ فإذا بها كلما رموا القرعة تخرج على يونس بن متى، فيرفضون ويعيدونها لأنهم يعرفون أن هذا الرجل صالح، ثم تخرج عليه، وكلما عادوا تخرج عليه، وفي الأخير قال: أنا المقصود. وكان البحر مليء بالحيتان فرموه، فما أن وصل البحر حتى التقمه حوت وغاص به في الظلمات، فاجتمعت على يونس 3 ظلمات: ظلمة الحوت، بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر. أسألكم بالله، من ينقذ هذا الإنسان أو يعلم به إلا الله جل جلاله؟ وغاص الحوت، وهذا أيقن في الهلاك، جالس بين العظام وبين الطحال وبين المعدة، جالس ينتظر الموت، وبدأ ينادي. هنا عرف الله، ولم يقل يا ربي أخرجني، بل ناداه بما هو أعظم، ناداه بالتوحيد، فقال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا أخطأت يا رب، دبرني يا الله. وهذا المطلوب منك عندما تدعو الله، لا تقول يا رب فرج همي يقضي ديني وبس، لا، قل يا رب أنا أتوب إليك، دبر لي أمري، لأن الله إذا تولى أمرك أدهشك بعطائه جل جلاله. بس متى يكرمك الله فيتولى أمرك؟ وبدأ ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والملائكة تسمع الصوت بس ما تدري أين هو. يا ربي صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف. واستمر ينادي وينادي وينادي
ثم أمر الله بإنقاذه فأخرج وقذف به الحوت في جزيرة، فأنبت الله له شجرة من يقطين، وفجر له عينا من الماء، وغزالة يشرب من حليبها، حتى عاد إلى الحياة مرة أخرى، أنقذه الله. نوقف هنا وننتقل إلى قصة الغريق الآخر. من هو الغريق الآخر؟ فرعون. فرعون لما دخل بجيشه في البحر ورأى الجيش كله يهلك وبنو إسرائيل ينقذهم الله ويخرجون من الجهة الثانية من البحر ولم يبقى إلا هو، أيقن بالموت، فبدأ ينادي أيضا بالتوحيد: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وبدأ يكررها، ولكنه غرق ولم ينقذه الله. لماذا أنقذ الأول وأغرق الآخر؟ الجواب في كتاب الله. أنقذ الأول لأن الله قال عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أليس هذا هو معنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ والآخر قال الله له لما آمن، قال: الآن توك تعرف ربك، توك توحد، الآن وقد عصيت من قبل وكنت إيش؟ من المفسدين. ما تعرفت أبدا إلى ربك في رخائك، بل ماضيك أسود مع الله، لم تعرف ربك في يوم من الأيام، كيف تريد أن ننقذك؟ إذا أردت النجاة تعرف الآن إلى الله، وليس هناك أعظم من هذه الأيام، يوم أن يفتح الله الجنان ويغلق النيران ويصفد الشياطين، وكل ليلة له عتقاء ويدخر لك هذا الأجر. أتعلم ما معنى أن يقول الله، اسمع لعظمة هذه الكلمة، أتعلم ما معنى أن يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل أعمالك لك، الصوم لا، الصوم هذا لله. فإذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله جل جلاله، ثم بدأ الحساب وبدأت الملائكة تأخذ من حسناتك لأنك اغتبت فلان، وتأخذ من حسناتك لأنك كذبت على فلان، وتأخذ من حسناتك لأنك غشيت فلان، وتأخذ من حسناتك لأنك فعلت وفعلت، كلما أرادوا أن يأخذوا من حسناتك، من صلاتك، من زكاتك، من صلة رحمك، من إذا وصلوا إلى رمضان إلى الصوم يمنعهم الله: هذا لي وأنا أجزي به. إذن هو رصيد محفوظ لك عند الله عز وجل. عشان كذا يا إخوان يجب أن نحب رمضان وأن نفرح برمضان، لأنه الفرصة التي نقترب فيها إلى الله، الفرصة التي نوطد علاقتنا فيها بالله. مضى 7 أيام، كم بقي؟ ما أسرع رمضان وهو ينفرط من بين أيدينا. اغتنم ما بقي وأقبل على الله، فربك أكرم مما تظن وأرحم مما تظن وأحلم مما تظن. أحسن ظنك به واطرق بابه واقبل إليه، وأبشر والله برب كريم لا يخذلك في الشدائد أبدا. من الذي أنقذ أصحاب الغار؟ لأنهم تعرفوا إلى الله في رخائهم. ما أنقذتهم قوتهم، أنقذهم بعد الله أعمالهم. وجريج الراهب، وهذا فيه معجزة من معجزات الله، جريج الراهب لما اتهموه بالزنا وهدموا صومعته، ثم أحضروه يريدون أن يقيموا عليه القتل والحد، قال: أين الغلام؟ قال: هذا الغلام. فأحضروا غلام طفل يرضع في المهد، فضغط على بطنه وقال: من أبوك؟ فإذا بالمعجزة تتحقق، وفي قمة الشدة ينقذ الله جريج، فينطق الله الغلام فيقول: أبوي راعي الغنم. فلا تظن أنك إن تعرفت إلى الله في رخائك سيتخلى عنك في الشدائد، فأقبلوا على الله وأبشروا، أبشروا بالخير. يجب أن يتميز رمضان بالقرب، ونحن إن شاء الله على خير.
أسأل الله أن يثبتنا على دينه. اللهم يا ربي أعنا على أنفسنا وقنا شحها. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين والقائمين المقبولين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم نحن في أعظم موسم من مواسم الرحمن. إذا كان أهل الدنيا يفرحون بالتخفيضات، تخفيضات نزول، فالله عز وجل يعطيك هذا الموسم، موسم التعظيمات، موسم الأعمال المضاعفات، الأعمال المباركات. ها نحن الآن في رمضان، رمضان شهر الخير، شهر الإحسان، شهر صلاة التراويح، شهر القيام، شهر الصدقة، شهر القرآن، شهر تتنزل فيه الملائكة كل ليل. لماذا؟ ينفذون أمرا من الله، لأن لله كل ليلة عتقاء من النار يكتبهم الله من أهل الجنة. الله أكبر. يوم أن تعيش بين الناس وقد سطر اسمك من أهل الجنة لأنك أحسنت العمل في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر فتحت فيه أبواب الجنة وأغلقت فيه أبواب النيران وصفلت فيه الشياطين. ربنا باسط يديه بالرحمة، وفي هذا الشهر تزداد رحمته، وإن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الكرام، أوصيكم وصية محب، لا يفوت علينا هذا الشهر كغيره من الأشهر. لا يخرج هذا الشهر ثم تجمع حصيلة ما قدمت فيه، فإذا بك قد حضرت كم مباراة، وشاهدت كم مسلسلة، وسهرت كم سهرة، والله لن تغني عنك شيئا. الذي سينفعك أن تنظر إلى نهاية الشهر، فإذا بك قد ختمت كم ختمة، وقد حافظت على صلاة القيام، وقد حافظت على لسانك، وقد حافظت على الأعمال الصالحة، لأن الله كريم. لا يمكن أبدا أن يرد عبدا أتى إليه وأقبل عليه. فأقبلوا على الله. وأوصيكم بأربع مهمات، أربعة احرص عليها أشد الحرص في شهر رمضان. أما الأولى فطبق في حياتك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يمسح كل ذنوبك السابقة، تخرج كيوم ولدتك أمك. ما هو رمضان إيمانا واحتسابا؟ أي أن يكون رمضان، رمضان عبادة، شهر عبادة، شهر طاعة، شهر صلاة في المسجد، ليس شهر نوم أو شهر أكل وشرب فقط. لا، يجب أن يكون صومك ما هو عادة لأن الناس صاموا، لا، بل عبادة. لأنك إذا أنت تعدلت حياتك في هذا الشهر وأقبلت على الله، فمعناه أن رمضان أثر في حياتك. لكن أن يكون رمضان كغيره هو فقط تميز أنك أصبحت تنام فيه أكثر، وتتخلف فيه عن صلاة الجماعة أكثر، وتنظر فيه إلى منكرات أكثر، أين الإيمان والاحتساب؟ ربي غني عنا، والله والله غني عن صلاتي وصلاتك وصيامي وصيامك. وقالها في كتابه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولذلك احرص، احرص ألا يذهب الناس بالحسنات وأنت أمام شاشات والله لا تنفعك بل تكون حسرة عليك يوم القيامة. الأولى أن تصوم إيمانا واحتسابا. الثانية: لا تترك القيام ولا ليلة. إذا لم تستطع أن تصلي التراويح أوتر ب11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لا تترك الوتر أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر يا كرام. قيام، ما هو القيام؟ صعب والله، لا تتجاوز صلاة العشاء مع القيام لا تتجاوز 40 دقيقة. يا أخي لله، يا أخي اجعلها لله، يا أخي غل ربي أنت غارق في نعمه، فاجعلها لله وأقبل على الله عز وجل. لا تثنيك الدنيا عن صلاة بين يدي الله عز وجل. وأما الثالثة فأوصيك بقراءة القرآن، واختم القرآن على الأقل مرة أو مرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره دارس القرآن مع جبريل مرتين، فافعل كما فعل واختم كتاب الله، إن هذا القرآن هو الذي سيغسل قلبك، هو الذي سيمسح ذنوبك، هو الذي سيشفع لك يوم القيامة، هو الذي سينفعك ويكون ذخر لك بين يدي المولى جل جلاله. هو كلام الله،
وكلمات الله التي تستعين بها ليلا ونهارا. فلذلك اختمه واجتهد واحرص على ذلك. الحمد لله الآن كل واحد منا في جواله قرآن، في أوقات فراغك اقرأ، في المسجد اقرأ، في انتظاراتك اقرأ. والله لو أنك تحرص لتختمنه أكثر من 3 مرات في هذا الشهر. سهل، لكن الشيطان لا يريدك أن تختم. لماذا؟ لأنه لا يريدك أن تهدم ما بناه كل الأشهر الماضية، كل الأشهر الماضية، وهو يشتغل عليك ليلا ونهارا، يأتي بالذنوب ويصبها عليك صبا هكذا بسهولة تريده أن يتركك تمسح السيئات التي عملها؟ لا، لن يترك. لكنك أقوى بالله وأقوى بعزيمة الصدق والإيمان، فلا يثنيك الشيطان عن هذا الأمر. وأما الوصية الرابعة فمن الآن احرص أن تقوم ليلة القدر. إنوها أحيانا النية تبلغ ما لا يبلغه العمل، قد تنويها الآن نية صادقة وتموت غدا فيكتبها الله لك من واسع فضله. ليلة القدر التي من قامها كتب الله له عبادة 1000 شهر، 83 سنة بصيامها وقيامها. احرص عليها، وأرجى ما تكون ليلة 27 بإذن الله، أو في 10 الأواخر عموما. هذه الوصايا الأربع أوصيك بها، وما عدا ذلك فلا تهمك الدنيا ولا زينتها. فاحرص، فأنت مؤمن وهبك الله رمضان هبة منه ونعمة وفضل، فكن كفؤا لهذه النعمة. أر الله منك خيرا ليرى الله أنك فعلا تستحق هذه الفضيلة. غيرك في قبره الآن، كان أمس بيننا واليوم مدفون. غيرك الآن في حروب لا يستطيع أن يتلذذ بصلاة ولا عبادة. غيرك في أماكن لا يجد فيها هواء بارد ولا ماء بارد، وأنت في نعمة وخير وفضل. فأر الله منك خيرا، أر الله منك خيرا لتكون العبد الشكور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن يوم القيامة سيحدث حدث عظيم سنقف فيه بين يدي الله جل جلاله، ثم بعد ذلك سنعرض على ميزان عظيم. هذا الميزان يسع السماوات والأرض، دقيق من دقته، أن من يعمل مثقال ذرة وتوزن فيه من الخير فسيراه، ومن يعمل من الشر كمثقال الذر أيضا سيراه. فإذا وزن العباد بعد ذلك الموقف بأعمالهم، بحسناتهم، بسيئاتهم، بأعمالهم الطيبة وبأعمالهم السيئة التي أحصاها الله ونسيناها في حياتنا الدنيا، بعد ذلك سوف يذهب الناس، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، وفريق منهم سوف يحبسون على سور عظيم. هذا السور اسمه الأعراف، إذا وقف أصحابه عليه يبدأون يتلفتون يمنة ويسرة، لا هم الذين ذهبوا إلى الجنة وهو لا هم الذين تخلصوا من النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يا لها من حسرة عندما ينظر أهل النار إلى أهل الجنة فإذا بهم قد تحقق ما وعدهم الله به، وقد عاشوا في قمة الحسرة في تلك النار. أجارنا الله وإياكم من النار. من هم الظالمين؟ قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادى أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. هؤلاء الذين على الأعراف، على السور الذي بين الجنة والنار، الذين يحبسهم الله فلا يذهبون إلى الجنة، ينادون أصحاب الجنة سلام عليكم، ينظرون إليهم يعرفونهم، هذا فلان وهذا فلان، سلام عليكم يا فلان، سلام عليكم يا فلان، لعل هؤلاء يلتفتون إليهم فيشفعون لهم. ولكنهم لم يدخلوها وهم يطمعون،
يتمنون أن يدخلون الجنة، ثم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، إذا نظروا إلى النار لأن النار عن شمالهم، إذا نظروا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تخيل مشهد هذا الإنسان، ولا فيح جهنم يأتي إليه فيخاف منه ويقول يا ربي لا تجعلني مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا أيضا يعرفون بسماهم، ينظرون إلى النار فإذا فيها أقوام عرفوهم، ألست فلان؟ ألست فلان؟ ألست كنت الذي تنكر البعث؟ ألست الذي كنت تكفر بالله؟ ألست الذي كنت تنشر الشر محاربا الله ومحاربا رسوله؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء، يعني أهؤلاء أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله أكبر، يا له من موقف عجيب يحبس فيه أقوام بين الجنة والنار. لماذا لا يذهبون إلى الجنة؟ لماذا لا يتجاوزون هذه المرحلة؟ قد يحبسون يوم أو عشرة أو خمسين، لكن اليوم عند ربنا بألف سنة مما نعد الآن. لماذا يحبسون؟ تساوت حسناتهم بسيئاتهم، لم يزيدوا من الحسنات شيئا على السيئات ليتجاوزوا هذه المرحلة. والحسنة بماذا تحصل؟ بتسبيحة، بتهليلة، بصدقة، بركعة، بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا قوم، يا قوم، الحسنة مهمة، العمل الصالح مهم، يجب أن نحرص على أعمالنا، إنها الأرصدة التي تنفعنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن ندخل إلا برحمة الله، لكن هناك أقوام يأتون ومعهم سجلات مليئة بالأعمال الصالحة، وهناك آخرون يأتون بسجلات مليئة بالأعمال السيئة، فأيهم تريد أن تكون؟